けるのは嫌だ。大空翼に負けるのはもうたくさんだ。中盤を制した者が勝つんだ。ゴールに突き刺す。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في قناة Twice Dream Team. كيف حالكم يا شباب؟ جمعة المباركة لكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونأتي لكم إلى مهرجان الحلم مع تشستر وماركس. طيب، قبل أن نبدأ، أنا أعدت تصميم الباوربوينت حقتي بحيث أنها تدعم اللغة العربية والإنجليزية بنفس الوقت، عشان ما تعبني كل شوية أغير التعريب ومدري وش وزي كذا. وصار بعد عدلتها بحيث تكون طريقتها بعد أفضل ويعني وأمتع بالمشاهدة وأسهل بعد لكم إن شاء الله. طيب، من الأخير، تشستر وماركس وحوش ألمانيا، فعلا وحوش ألمانيا. يعني عطى جابك واحد يعني يمسك الخط الوسط وواحد يهدف لك، إيش أحلى من كذا؟ ما أدري. طيب، نروح اللي بعده، أو الواحد نروح لي نشرح له، اللي هو ماركس. زي ما تشوفون عدلت شوية بالتصميم، بس صار يعني أوضح وأنظف. طيب، شايف تشوفون ماركس. طبعا بشرح لكم بالضبط أنا وش غيرت في التصميم. طبعا حطيت فيه غير التابلز هذه، حطيت اسم اللاعب هنا، راح يكون اسم اللاعب هنا بالعربي والإنجليزي. راح يكون بعد الإحصائيات داخل الملعب هنا يعني محسوبة وجاهزة لكم، طبعا بدون بفات ولا شيء، فقط بالرقم العادية. تمام، وهنا الـ يعني الـ الهدف من اللاعب. طيب، ايش مهمته في الملعب؟ طيب، فماركس هنا اول شيء نروح من فوق اليمين. مهارة الفريق حقته 15% ضد 15% للاعبي جونيور يوث فقط، 15% هذه مهارة الفريق. مهارة حلوة، مو مرة جبارة حاليا ولكنها حلوة، اذا يعني معناته انهم ممكن ينزلون يعني شو اسمه مهرجانات حلم وكولكشنز في القريب العاجل، كلها يكونون مع جونيور يوث، فكذا راح يساعدكم اكثر في داخل الملعب. طيب، مهارة خاصة حقتها 12% داخل منطقة الجزاء، وهذا شيء جبار جدا، يعني أصلا طاقاتها عالية، وزيادة على كذا بعد داخل منطقة الجزاء اللي أصلا هو المفروض يكون دائما فيها 12% زيادة. طيب، المهم، مهمة اللاعب هي هداف، هو هداف 100% ما في أي كلام، وهذا شيء مهم جدا تعرفون يا شباب. مهارة العالية عنده جيد جدا، أنا كتبها جيد، أنا المهم جيد جدا. طيب، امسحوا هذا واكتبوا هنا جدا، very good. تمام، مهارة عالية حقتها جيد جدا، معناته انها تضيف 25% للمهارات العالية، وهذه مرة مهمة لماركس. طيب، طاقاته 22000 14 23000 مهاجم من الدرجة الأولى، طاقاته الهجومية كلها عالية فوق 7000، شوف حتى شوت 7900 يعني قرب 6000، والباور حقه 9312، والتكنيك عنده 8432، فيساعده كثير على انه يسوي 1 2 حقته. ف زي ما تشوفون شباب، طاقات جدا 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 جد عالية، وداخل الملعب بدون بفات بدون أي شيء 12598 اللي هو الشوت، 11487 التمرير، و10295 في مراوغة. هذا يا شباب ترى عالية جدا، يعني خلنا بعلمكم كيف هي عالية. طيب، هذا يعتبر شوت حقه داخل الملعب بدون أي بفات ثالث أقوى شوت في اللعبة. تمام، ويفرق بينه وبين تكسند اللي هو الواحد فقط 400 وشوي نقطة بس يفرق عنه، تخيلوا. طبعا احنا ما نحسب البفات ولا شيء، نحسب فقط طاقات عادية بدون اي اضافات ولا شيء ثاني. فعلا يعني لاعب قوي جدا، وهي وش اسمه وكسر الحدود حقه راح يكون بالطريقة التالية: 25 شوت، 25 باور، 22 باس، 22 دربل، 3 سبيد، 3 تكنيك. هذا يساعدك في انك هذا يساعدك انك تستعمل الحركات اللي جايه معه واللي انت اصلا تحتاج لها داخل الملعب، يساعدك مره كثير فيها. فهذا هو كسر الحدود لماركس. بالنسبه للبف حقه داخل منطقه الجزاء، هذا هو 12% داخل منطقه الجزاء، راح يصير 8896 الشوت. يا الله، الباور 10430، يا الله قلبي، يا الله ايش هذه القوه، ايش هذه القوه يا ماركس؟ من متى انت ماركس كذا خرافي؟ يا ساتر عليك.
طيب شوف داخل ملعب 14111. شوف شوف كم كان 10500 صار 14111. شيء جبار، شيء خرافي، خرافي جدا. يعني بس مع بفات 45% بس بدون هدنات بدون اي شيء يوصل شوف عنده 20000 داخل منطقة الجزاء بدون كسر حدود شباب، بدون كسر حدود، وفقط 12% و45% اللي هي البف العادي اللي دايم حق الفريق يوصل 20000 غير هدنات، تكمل غير هدنات وغير شو اسمه الخطة بعد اللي تعطيه الأغلبية 10% بيطلع خرافي. أتوقع شفت اللي تقريبا 25000 المفروض يوصل من 24 إلى 25000 تقريبا، شيء جبار جبار جدا. بالنسبة للمهارات حقتها عنده جاية معه ثلاث مهارات SAA. مهارة أولى هي شوة الحالة، روح ألمانية لا تقهر، قوتها 455. عنده بعد أي ثنائي العمل الجماعي، وعنده مراوغة قوية 265. طبعا ثنائي العمل الجماعي مع شستر تمام. طبعا شوة قوتها 455، شوة طبعا قوتها جدا ضعيفة مهمة قوية. فعشان كذا انا انصح انكم تعطونا الحركات اللي معلمين موجوده، اللي هي راسيه عاليه الزاويه اس وضربه راس راس الحربه النوويه اي، وهذه كلها بضربات يعني جدا قويه. رغم صح ان اللي فوق الاس هي 455، بس اضيف عليها ان عنده جيد جدا للضربات العاليه، وهذه 25% زياده قوه. ففعلا الضربات العاليه عنده راح تسوي لك دمار شامل للفريق اللي قدامك، تقدر تجيبها من النسخة التالية، نسخة مجموعة حلم يسوى انك تسحب على مجموعة حلم بس عشان يطلع لك رأسية اس وتعطيه اياه، يسوى 100% يسوى. ودي بعد عندها بعد من نسخة ثانية كانت حقت كأس العالم حقت السنة الماضية. وعندك بعد ضربة حربة النووية، هذه تجيك من سحبات العادية الاس ار، وبالتوفيق لكم. بالنسبة لمارجس جدا اوروبي الحين بدا اوروبي يجي له هجوم فعلا قوي، وعلى فكره هذا يعني اقوى من شنايدر بالراحه، اقوى من شنايدر بالراحه. طيب هذا معناته ان يمكن ان شاء الله بنلاقي بنشوف شنايدر دريم فيست جديد باذن الله. طيب بالنسبه لتشستر، طبعا زي ما تاخذ هنا تغيرت الالوان صارت احمر. ليش؟ لان الكرت لونه احمر، فبتم ان شاء الله على هذه حاليا على حسب لون الكرت راح تغير الوانه في الجسمه في الـ في العرض. طيب تشستر تقريبا يشبه مارجس في حدود كثيرة، نفس مهارة الفريق ونفس مهارة خاصة، اللهم مارجس داخل منطقة الجزاء وتشستر في منطقة الوسط. عنده كرة العالية والمنخفضة كلها نورمال، طبعا يلعب هو محور ويلعب وسط، كلهم ينفع فيهم. أنا أشوف أنه أتوقع لو وسط أفضل من محور، وسط بيكون مرة أقوى من محور لأن ما عنده أوتو انترسبت، عنده تحكم كبير في نص الملعب. عشان كذا أنا أسميت مهمة حقته برج التحكم. برج التحكم هو اللي يتحكم لك في المباراة كلها، ويتحكم لك في وضع اللعيبة حقتك، فهو يقدر يقطع، يقدر يتدخل، يقدر يراوغ، يقدر يمرر، وهذه كلها تندرج تحت مسمى برج التحكم. فشفت طاقاته كلها فوق 7500 بالنسبة للتسديد مراوغة وشوت، وعنده بعد انترسبت 7500، تاكل 3674 للتدخل، الأسلوب عنده 3800، السرعة 7051، جبار جبار جدا ومتوازي بقوة التدخل والقطع والتمرير والمراوغة، وهذا هو فعلا اللي تشستر دائما يعني يكون موفق فيه. فأنا أتوقع أن كل شيء بيكون 20000 بالراحة، 20000 تمرير، 20000 مراوغة، 20000 قطع، 20000 تدخل، بيصير يعني متوازي وجبار بشكل مو طبيعي. طبعا أتكلم قوته هذه 45% بدون كسر حدود شباب، بدون كسر حدود، مو طبيعيين مو طبيعيين مو طبيعيين. بالنسبة لكسر حدود حق حق تشستر راح يكون بالناحية هذه. طبعا ما عليكم من الطاقة اللي فوق، نسيت اغيرها في حقة مارجس، نسيت اغيرها، ما عليكم من اهم شيء انتم لكم اهمية في كسر حدود. 17 باس دربل، 17 تمرير مراوغة قطع تدخل، 16 اسلوب، 16 سرعة، هذه هي دائما الكسرة المناسبة للناس اللي تلعب كنترول تاور تمام، لان هذه يعني تعطيه اتاحه انه يصير عنده تدخل وقطع ومراوغه وتمرير مره عاليين، وفعلا يمسك الكره مهما كان وينولها للمهاجم. هذه هي طاقه 12% داخل منطقه الوسط، زي ما تشوفون حتى صار داخل ملعب 12000 11000 12000، شيء جبار جبار جدا، يعتبر ثالث اقوى تمريره في اللعبه حاليا كطاقات عاديه.
ونفس الشيء مارغس هو ثالث اقوى شوته في اللعبه، يعني واحد تخصص شوت وواحد تخصص تمرير. بالنسبه لحركات حقت شستر تيجي مع مراوغه 475 وتدخل 450A لا لا مو 450 اي تدخل حقه، معليش انا اسف انا غلطان فيها مره ثانيه. ماشي بيلي شويه يعني اركز في بعض الارقام لما بعد تصميم وإعادة تصميم بالأحيان يعني بالأحيان يعني أتغافل عن بعض الشيء، وهذا طبعا غلط مني أنا آسف حقكم علي. ولكن 325 قوة التاكل حقتها والتمريرة حقتها 320 قوتها. تمام، ف 475 325 320 320 اللي هي الباص طبعا كلها قوية ويستاهل إنك تستثمر فيها كور إزار. طيب انت تقدر تعطيه احد الـ القطعين، عندك قطعه رائعه اس وعندك قطعه اي، ممكن تجيبها من كرت الاحمر حقه او ممكن تجيب قطعه الاي من كروت الاس ار العاديه الموجوده. والحركه الثانيه تعطيه هي انا اقول يعني بصراحه هو اصلا كامل ما يحتاج تعطيه اي حركه ثانيه، عنده تدخل عنده مراوغه عنده تمرير عنده انترسبت خلاص انتهينا. انا اقول ممكن تعطيه ثنائي العمل الجماعي من نسخه الزرقاء اي، ممكن تعطيه اياه من هناك. هو هذه بعد اس مش اي، هذه اس حركه اس هذه. واضح اني ما تميت تشستر اكثر من مارغس، كنت مره متحمس على مارغس. طيب هذه حركات تعطيه اياها، انا اشوف هذه مناسبه يا قطع اس او اي او تعطيه ثنائي جماعي اس من حرم من كرت الاخضر. طيب شباب اللاعبين حرفيا يعني خرافيين، اللي يلعب اوروبي يجب عليك ان يكون عندك اللاعبين هذولي، راح فعلا يخدمونك. ولكن تذكر ان اوروبي الى الان ما عنده 45% حتى ما عنده 39% اوروبي، يعني سهل انك تجيبه. وغير عن كذا بعد ان اللي يفكر انه يبدل تشستر الاحمر بتشستر الاحمر الثاني اللي هو هذا اتوقع شو اسمه لا لا معلش حكاس العالم، حكاس العالم كان احمر بعد. فالفرق بينهم ان حكاس العالم يعطي الاوروبي الاحمر 15%، هذا تشستر يعطي 15% للجونيور يوث، فبتضطر انك تبدله بتشستر الثاني وراح تخسر 15% من جسمه من مهارة الفريق. انتبه للشيء هذا. فتشستر هذا ينفع لأوروبي مخلط وينفع لأوروبي أحمر متى ما نزل يعني كرت ثاني لعيبة ثانية تعطيك 15% للأوروبي الأحمر، أو على الأقل تعطيك يعني سوليدارتي 15%. فلعيبة جدا جبارين مارغوس وتشستر خرافيين جدا. الأوروبي أسحب عليه أسحب عليه ما فيها كلام. الغير أوروبي ما عليك منهم أسحب ما عليك منهم يعني لا 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 تحورهم. فان شاء الله انه يكون شرح وافي يا شباب، الله يعطيكم العافيه، نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.